معاكم دكتور مجدي عبد الله، استاذ الانف والاذن والحنجره، كليه الطب جامعه زقازيق. النهارده بنسعد ان احنا بنلتقي بيكم في مؤتمر راينو ايجيبت 25. والحقيقه الجهد مشكور جدا للاستاذ الدكتور رضا كامل لمجهوداته العاليه جدا في تعليم النشء الجديد والحديث في كل مجالات ما يخص الانف وجراحات الانف وامراض الانف وعلاجات الانف. شكر موصول طبعا لكل اللجنه المنظمه مع الدكتور رضا كامل، واحنا بنسعد بان احنا يكون لينا توك في هذا المؤتمر. البرزنتيشن بتاعنا النهارده عن الامراض الغده النخاميه، كيفيه علاج الغده النخاميه من الامراض الشائعه والكثيره، كيفيه علاج اورامها عن طريق جراحات المناظير الانفيه. ده الحقيقه من الحاجات الحديثه في الطب في مجال 20 او 25 سنه اللي فاتت، لكن كل اللي فات قبل كده كان كله جراحات عن طريق اما عن طريق فتح المخ او جراحات الميكروسكوبيه بفتح المخ، فتح عظام الجمجم. الحديث في ده في خلال 20 سنه اللي فاتت دول ابتدى يدخل مناظير الجيوب الانفيه وتعالج اورام الغده النخاميه دون فتح عظام المخ، وده بيؤدي الى سلامه المريض اكثر كثيرا من فتح قاع من فتح الجمجم. حقيقه النتائج مريحه، النتائج بتتواصل على مستوى العالم كله. النتائج اللي موجوده في القاهره او في مصر عامه تضارع النتائج الموجوده على مستوى العالم في كل الجراحات اللي تخص جراحات الغده النخاميه بامان كامل بفضل الله تعالى. المريض بيخرج ممكن ما يحتاجش انه يروح عنايه، او لو راح العنايه لمده كام ساعه وبيخرج من العنايه بسهوله، وبفضل الله بتتم الجراحه بنجاح ان شاء الله. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله.